في أول ستة أشهر من عهدة بايدن الرئاسية كورونا وتنامي التهديدات السبرانية والتعامل مع دول مثل روسيا والصين وإيران أبرز عناوين المرحلة فاوتشي يحذر من تفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا ويؤكد أن اللقاحات في الولايات المتحدة فعالة لكل الفئات العمرية The political impact of migration. وكيري يدعو قادة العالم إلى ضرورة التحرك من أجل الحد من تأثير التغيرات المناخية على البيئة وتقليص الانبعاثات الغازية العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار أهلا بكم استعرض الرئيس جو بايدن الإنجازات التي حققتها إدارته والتحديات التي واجهتها خلال الستة أشهر الأولى من ولايته وقال إن خطة الإنقاذ خلقت ثلاثة ملايين فرصة عمل وأضاف أنه يعمل على إيجاد حلول لمشكلة الهجرة والتصدي للهجمات السبرانية موضحا أن الولايات المتحدة تواجه منافسة من الصين على ساحة دولية مؤكدا أن الديمقراطية ستنتصر على الدكتاتورية علينا فعل المزيد من اجل التعاطي مع حقوق التصويت وهي تهديد وجودي للديمقراطيه اليوم ونائبه الرئيس تعمل عملا دؤوبا على هذه القضيه وستواصل هذا العمل ونحن جميعا نفعل ذلك علينا ايضا التصدي لمشكله الهجره بشكل انساني وجدي اصلاحات الشرطه والحد من الجريمه نحن نوصل ونفي بوعودنا وسنفي بكل الوعود التي قطعناها لاننا نعتقد بان هنالك جزء كبير من الجمهور يتفق مع فحوى ما نحاول تحقيقه اعتقد باننا نظهر بانه ما من شيء مستحيل على امريكا عندما نفعله سويا اذا اعتقد بانه حان الوقت لنا وينضم الينا من واشنطن الاستاذ بالجامعات الامريكيه كريس ادلسون، مرحبا بك سيد كريس، يعني هل باعتقادك كانت اشهر صعبه كانت سته اشهر حافله جدا ذات اجنده مضغوطه؟ شكرا لاستضافتي كما شرحت في العناوين أن هنالك من الأمور الهامة للولايات المتحدة والعالم وبين الولايات المتحدة والدول الأخرى من الغريب في كيف نتحدث عن الولايات المتحدة في أننا ننسى بأنها ليست نظاما ملكيا أو نظاما ديكتاتوريا لدينا نظاما حكوميا مهما ولكن ايضا لدينا الكونغرس في الجزء التشريعي ولكنه لا يفعل الكثير ومن الغريب بان ما يحدث اليوم ان هنالك مسارين مسار يبدو على انها الامور العاديه الرئيس وكما اظهرت في هذا التقرير يجلس مع اعضاء فريقه وهو يحاول ان يمرر التشريعات عبر الكونغرس والمسار الثاني هو مع الرئيس السابق هو عندما يتحدث بأن الهجمات على الكابيتول في السادس من يناير كانت أمرا جيدا وهنالك من يؤيد الرئيس يرفضون أخذ اللقاحات المتوفرة في أمريكا هنالك فرقا كبيرا على ما يبدو عاديا والأمور التي لا تبدو عادية البتة من بين الملفات الموجودة كورونا بالدرجة الأولى ثم ملف الاقتصاد هل والملفات الاخرى ايضا الملفات على المستوى الخارجي، لكن هل باعتقادك حقق حققت اداره بايدن علامات فارقه ونجاحا واضحا في هذه الملفات على وجه التحديد كورونا؟ انت محق بتحديد القضايا الكبيره ومنها الجائحه وهي مساله عالميه. والولايات المتحده تاثير الاقتصادي من تبعات الجائحه انا اشجع الجميع بالتفكير باعتبار والنظر الى الرئيس بايدن في الاطار الواسع للحكومه وليست ما حققه بايدن وانما ما حققته الولايات المتحده للاسف وكما قلت الكونغرس لا ليس متواجدا بما يكفي في هذه الصوره. وما يريد ان يجادل به الرئيس بايدن لكن هذه نقطة نقطة تحسب هو للإدارة إذا إذا كان الكونغرس كما تصف سيد كريس فهذا يعني بأن الإدارة الأمريكية الجديدة يعني وضعت خطة واضحة المعالم وسعت إلى تنفيذها إلى أن أوصلت الأمور على الأقل في التعاطي مع الجائحة مع آثارها الإقتصادية وذلك أيضا فتح باب الاقتصاد وإعادة تحديث الاقتصاد كل ذلك أدى في أدت فيه الإدارة بشكل جيد. <تصفيق> <تصفيق> أعتقد بأن إدارة الرئيس بايدن يمكن أن تجادل في ذلك. لقد رأينا تغييرا كبيرا في شتى الطرق، وكما قلت هو أن لدينا رئيس لا يقوم بالأمور المزعجة التي كان يقوم بها الرئيس السابق ترامب. وتغييرا اخر، انت محق انه في سته اشهر تمت السيطره على الجائحه في الولايات المتحده، وبدا الاقتصاد باعاده التعافي، ولكن ايضا احذر انه مع متحوره الدلتا ليس فقط في الولايات المتحده، وانما حول العالم، نرى تزايدا مزعجا للاصابات، وللدخول إلى المستشفيات في الولايات المتحدة. إذا كنت أنا لدى الفريق بايدن لكنت أيضا توخيت الحذر لا سيما بأن هذه الجائحة لم تنتهي بعد ونحن في لحظة خطيرة في الولايات المتحدة كما حول العالم فأنا مكان الرئيس بايدن أصر على الكونغرس بأن يطلع بدوره ليس فقط له مشكلة الجائحة ولكن أيضا مشاكل أخرى إلى أي مدى تشكل التهديدات السبرانية والهجمات السبرانية التي تعرضت لها الولايات المتحدة تحديا بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية؟ سؤال ممتاز لمشكلة مهمة إنها مشكلة جدية ونرى أن الولايات المتحدة وأكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة عسكرية هي قابلة للتأثر بهذه الهجمات. رأيناه خلال عهد الرئيس السابق ترامب أيضا. السؤال هو هل دول مثل روسيا والصين والتي يبدو بأنها مرتبطة ببعض هذه الهجمات أو لديها القدرة على وقف هذه الهجمات مثلا في روسيا هل يعتق... تعتقد هذه الدول بانها قادره على القيام بهذه الهجمات دون اي عواقب في عهد الرئيس السابق ترامب اعتقدوا بانهم قادرين على ذلك اما في العهد الرئيس الحالي بايدن ف قد اكد الرئيس على انه سيكون هنالك عواقب وهل سينجح في ذلك انا اجادل بانه يحتاج الى مؤازره الكونغرس في هذا الجهد وهي لحظه خطيره فهذه الهجمات ليست اعمال حرب فعليه ولكن هي مماثله وليست هجمات عسكريه تقليديه ولكنها مواقف خطيره بين الولايات المتحده والصين التي لديها قدرات عسكريه وهما قوتان تتصدان وتتقارعان وربما قد ربما قد تؤدي الى نزاع عسكريا هذه لحظه خطيره هل يمكن للاداره الرئيس بايدن ان تدافع عن الولايات المتحده دون ان يوصل يصل هذا الموضوع الى الحد العسكري انا احث الجميع على التفكير برد اداره الرئيس بايدن وانما ان ياخذوا في عن الاعتبار دور الكونغرس ولا يجب ان يلقى كل ذلك على عاتق وعلى كتف الرئيس بايدن لوحده كريس ادلسون الاستاذ بالجامعه الامريكيه كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك. هنأ الرئيس الامريكي جو بايدن وزوجته السيده الاولى جيل بايدن المسلمين بحلول عيد الاضحى وقال ان المناسبه تتزامن مع تحديات وباء كورونا والعمل على التعافي منه واضاف ان تقاليد العيد وطقوس الحج المتمثله في العطاء لمن هم اقل حظا تحمل معنى خاصا هذا العام. شدد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لدى لقائه العاهل الاردني عبد الله الثاني على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والاردن وقال بلينكن انها تعود الى عقود وتقوم على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب واوضح بلينكن انه سيتابع مع الملك الاردني ما بدأه من مباحثات مع الرئيس بايدن. بحث وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن في واشنطن مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين والمخاوف الأمنية الإقليمية. وشدد أوستن على دعم الولايات المتحدة الثابت للقوات المسلحة الأردنية. وأكد الطرفان الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة التعاون الوثيق لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية. بعد قليل فاوتشي يحذر من تفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا، ويؤكد أن اللقاحات في الولايات المتحدة فعالة لكل الفئات العمرية. وكاري يدعو قادة العالم إلى ضرورة التحرك من أجل الحد من تأثير التغيرات المناخية على البيئة وتقليص الانبعاثات الغازية. اهلا بكم من جديد. اعلن انتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن ان متحور دلتا بات يشكل 80% من حالات الاصابه بفيروس كورونا في الولايات المتحده، نافيا اي علاقه للمراكز الامريكيه بالابحاث التي يشاع انها اجريت على الفيروس في ووهان الصينيه، فيما دعت مسؤوله مراكز الصحه الى مواصله مراعاه التدابير الوقائيه. متحور دلتا اصبح الان يشكل 80% من حالات الاصابه بفيروس كورونا في الولايات المتحده، الا ان فعاليه اللقاحات المعتمده في منع اللجوء الى المستشفيات او حدوث الوفاه تظل تزيد عن 90%. هذا ما اكده انتوني فاوتشي مستشار الرئيس بايدن الطبي في جلسه سيواب امام مجلس الشيوخ. لقد تم رصد متحور دلتا في أكثر من تسعين دولة حول العالم والسبب في كونه خطيرا للغاية لأن لديه قدرة سريعة على الانتشار من إنسان إلى آخر وبطريقة استثنائية وهو يختلف كثيرا عن السلالات المتحورة الأخرى التي نعرفها ذلك المتحور بات الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة إذ ينتشر بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90% في بعض الولايات وهذا هو الخبر السيء، لكن ما يبعث على الأمل هو أن اللقاحات المستخدمة هنا أثبتت فاعليتها في الاستجابة لذلك المتحور بطريقة تمنع وصول المصابين إلى المستشفيات ووفاتهم. الجلسة شهدت مشادة كلامية بين فاوتشي والسيناتور الجمهوري راند بول الذي اتهم فاوتشي بالكذب إزاء تمويل معاهد الصحة القومية الأمريكية لأحد الأبحاث التي أجريت في معهد الفيروسات بوهان الصينية. لتطوير فيروس كوفيد-19. وخلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط الوفيات اليومية على مستوى البلاد 239 وفاة، وهو أعلى بنسبة 48% تقريباً عن الأسبوع السابق عليه. مديره مراكز مكافحه الامراض والوقايه منها دعت الى مواصله الالتزام بتدابير الوقايه محذره من ان اغلب الوفيات الناجمه عن الاصابه بالفيروس تسجل بين غير الملقحين رساله مركزنا واضحه هي انه بالتطعيم واعطاء اللقاحات يمكن ان نسيطر على انتشار الفيروس وسلالاته وعلينا في هذا المجال بناء الثقه باللقاحات وكذلك من الضروري جدا مواصله الالتزام بسبل الوقايه الاخرى لوضع حد لانتشار الفيروس كما نصح مسؤول مراكز مكافحه الامراض الولايات الامريكيه بالحفاظ على ما لديها من مخزون اللقاحات في وقت ما زالت فيه الشركات المصنعه بصدد دراسه تمديد تواريخ صلاحيتها التي شرفت على الانتهاء وتعكف المراكز على فحص البيانات الوارده من دراسات تجرى على العديد من الفئات التي تم تطعيمها لكي تحدد مده فعاليه اللقاحات وبناء عليه تقرر ما اذا كان هناك حاجه لجرعات اضافيه أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كاري ضرورة تحرك قادة العالم نحو تغيير المسار من أجل الحد من تأثير التغيرات التغيرات المناخية على البيئة أنتقد كاري في كلمة ألقاها في لندن الدول التي ما زالت تبني محطات تعمل بالفحم رغم التزاماتها في مؤتمر باريس وشدد على أهمية تعاون الصين مع الولايات المتحدة للحد من الانبعاثات الغازية يأتي خطاب كاري قبل مئة يوم من انعقاد قمة المناخ المرتقبة في غلاسكو والتي ستشهد مفاوضات بين 200 دولة حول الاهداف الطموحة لتقليص الانبعاثات الغازية. فاكس. Simply put, the world needs to cut emissions, greenhouse gas, CO2 emissions, particularly by at least 45 percent by 2030 in order to be on a credible scientific path by mid-century to net zero. كما انتقد كيري حالة الانقسام الدولية حول تغير المناخ وآثاره بعض البلدان تعكف حاليا على بناء محطات تعمل بالكربون الملوث للهواء بل وتخطط للمزيد في المستقبل في وقت تعهدت بلدان اخرى بزراعه المزيد من الاشجار كحل طبيعي لمشكله التلوث فيما تقوم دول اخرى بقطع الكثير من الاشجار بشكل غير قانوني وبتقليص مساحه الغابات المطيره انهم يزيلون رئه العالم ويدمرون التنوع البيولوجي الذي لا يعوض مما يزيد من اضطراب المناخ نحن لا نملك طرف تحمل عالم مقسم بهذا الشكل في استجابة لأزمة المناخ بينما الأدلة الدامغة ماثلة أمامنا وتجبرنا على ضرورة التحرك حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم قد تبلغ مستويات قياسية عام 2023 وأنها تستمر في الارتفاع بعده نظرا إلى الحصة, الحصة الضئيلة المخصصة لتوفير الطاقة النظيفة في خطط الانعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد تفشي فيروس كورونا حذرت الوكالة من اتساع الفجوة بين الدول الغنية وتلك الفقيرة والناشئة التي تعتمد على الفحم الضار بالبيئة في توليد الكهرباء أرقام مرعبة وأخبار ليست بالسارة سكان الأرض على موعد مع كوارث طبيعية محتملة جراء الانبعاثات الكربونية. الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يفترض أن تبلغ مستويات قياسية عام 2023 إذا لم يتحرك العالم بأقصى سرعة ممكنة ويضع الخطط اللازمة وكذلك إيجاد التمويل المناسب للحصول على الطاقة النظيفة. وفي تحليلها اكدت الوكاله ان الازمه التي سببها تفشي فيروس كورونا اجبرت الدول صاحبه الاقتصادات الكبرى على وضع ازمه المناخ في ذيل اهتماماتها نظرا لتخصيص الانفاق ومبالغ غير مسبوقه على خطط انعاش الاقتصاد والنفقات الصحيه العاجله ودعم الشركات والاسر التي تضررت بشكل مباشر من تبعات تفشي الوباء. ليتم تخصيص ما نسبته اثنان في فقط من خطط تحفيز تلك الدول لتوفير الطاقه النظيفه والتي وصلت بمجملها الي ستة عشر الف مليار دولار خصص منها حوالي 380 مليار دولار فقط للمشاريع المرتبطه بالطاقه النظيفه الحسنه الوحيده التي جناها العالم من تفشي الوباء كانت الانخفاض النسبي في الانبعاثات الكربونيه العام الماضي لكن سرعان ما عادت تلك النسب الى مستويات اكبر من سابقاتها بسبب عوده المصانع للعمل بطاقه اكبر لتعويض خسائر الاغلاق التي تلت تفشي الوباء مكامن القلق من ارتفاع نسب التلوث حسب الوكاله لن تاتي من الدول الصناعيه الكبرى وحدها بل تشكل الدول الناميه وتلك الناشئه جزءا كبيرا من ازمه المناخ بسبب زياده الطلب على الكهرباء التي تولد عبر استخدام الفحم بدلا من الاعتماد على توربينات الرياح والالواح الشمسيه نسبة التلوث التي تشكلها تلك الدول تصل إلى 20% حسب تقديرات الوكالة الأمر الذي دفعها لدق نقوس الخطر والخشية من فجوة متسعة مع الدول الغنية ما جعلها تدعو إلى التحرك وزيادة الاستثمارات اللازمة في الطاقة النظيفة بالدول الفقيرة لتحقيق حيادها الكربوني والتخلي عن كل المشاريع الجديدة للتنقيب عن الوقود الإحفوري لإنقاذ الغلاف الجوي والبشر من الانبعاثات الضارة يسعى مدعون فيدراليون أمريكيون إلى إصدار عقوبة سجن طويلة لمخترق روسي معروف دوليا باسم سيد الروبوت يطلب المدعون أن يحكم على بيتر ليفاشوف الثلاثاء بالسجن بين 12 و 14 سنة ونصف عندما يمثل عبر الهاتف أمام قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت شاتيني في ولايه كونكتكت، ويواجه ليفاشوف تهمه تشغيل شبكه من الاجهزه المستخدمه لسرقه بيانات اعتماد الكمبيوتر وتوزيع رسائل البريد الالكتروني العشوائيه وتثبيت برامج ضاره. وكان المخترق الروسي البالغ من العمر 40 عاما قد اعترف بانه مذنب في عام 2018 للتامر والاحتيال الالكتروني وسرقه الهويه اضافه الى تهم اخرى. فاصل قصير ثم نتابع فيه من العاصمة أهلا بكم من جديد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن إسرائيل لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بسيادتها وأمنها وأضاف خلال جولة في منطقة حدودية مع لبنان أن كل من يحاول ذلك سيدفع ثمنا باهظا فيما حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من أراضيها على إسرائيل فجر اليوم أول اختبار أمني للحكومة الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان فللمرة الاولى في عهد حكومة بنت لبيد يطلق صاروخان من لبنان نحو إسرائيل الجيش الاسرائيلي رد بالمدفعية نحو مصدر اطلاق القذيفتين ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة التي جاءت قبل ساعات من زيارة رئيس الوزراء نفتالي بنت لمنطقة قريبة من الحدود فيما لم يلحق الصاروخان اي اضرار أو اصابات لا لن نسمح بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا لبنان على حافة الانهيار مثل أي دولة تتموضع فيها إيران واللبنانيون باتوا رهائن لخامني ونصر الله لخدمة المصالح الإيرانية هذا مؤسف لكن لن نقبل بانزلاق الأوضاع في لبنان إلى داخل إسرائيل الساسة الإسرائيليون حملوا الدولة اللبنانية مسؤولية الحادثة فيما اكد وزير الامن بيني جانس على ان بلاده لن تسمح للازمة اللبنانية ان تشكل تهديدا امنيا عليها مناشدا المجتمع الدولي العمل على اعادة الاستقرار للبنان ورجحت التقديرات الامنية في مراكز بحثية ان فصائل فلسطينية هى من اطلقت القذيفتين على خلفية احداث القدس مؤخرا وعدم سماح السلطات الاسرائيلية ادخال الاموال القطرية لغزة ربما ليس حزب الله هو من اطلق الصاروخين ووفق تقديراتنا قد تكون فصائل فلسطينيه هي من اطلقت القذيفتين وربما حماس لكن بالتاكيد بدعم ايراني ايران تحاول انشاء معادله اقليميه جديده عبر وكلائها في المنطقه سواء في العراق او اليمن ولبنان وسوريا او غزه قوات الامم المتحده اليونيفل قالت انها بدات تحقيقا في العمليه واشارت الى انها على اتصال مباشر مع الاطراف للحث على تجنب التصعيد وممارسه اقصى درجات ضبط النفس على الحدود. حادثه هي الاولى في عهد الحكومه الاسرائيليه الحاليه لكنها الرابعه منذ شهر مايو اي منذ التصعيد الاخير مع غزه ورغم ذلك يستبعد مراقبون مزيدا من التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على الأقل خلال الفترة الحالية من مدينة القدس محمد الصياد الحرة في لبنان ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على مظاهر استقبال عيد الأضحى كثير من العائلات لم توفر مستلزمات العيد بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للسنة الثانية على التوالي لم يستطع أحمد أداء مناسك الحج بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أحمد يقول أن عاداته وطقوسه تغيرت في عيد الأضحى كان عندي أمل كبير أن نروح على الحج هذه السنة كأنه الانتشار الجديد أثر عليهم بالمملكة وقرروا أنه هذه السنة كمان ما يكون في حج وهذا أدى لحرمان كبير إضافة أنه تدهور الليرة نحن كنا نحج ب 2500 دولار ل 3500 دولار كانوا يطلعوا 5 6 مليون ليره هيدي اول عقبه الان صاروا بيطلعوا اكثر من 50 60 مليون ليره بظن غالب الناس اللي كانت بدها تضحي ونيك حتضحي بلبنان في طرابلس شمالي لبنان بالكاد استطاعت عائلات توفير ملابس العيد الجديده لاطفالها لكن غالبيه السكان لم تستطع الحصول على اضاحي بعد ان ارتفعت التكلفه اكثر من عشرة اضعاف اصغر خروف حوالي 4 مليون 5 مليون يعني الانسان كان يضحي بالاول ما في يضحي مثل هلا عرفتي كيف؟ اللي ما عم يجيب من برا عم يضحي بس ما هو ما عم يضحي نهائيا ما في شيء يضحي ولا شيء نهائيا، يعني هذيك السنه كان احسن والابل كان احسن هالسنه الربع كما في طرابلس كذلك في بيروت حيث لا تبدو حركه الاسواق هذا العام كسابقيه مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليره اللبنانيه الذي ترك اثره على الزبائن والتجار معا الأسواق التي كانت تعج بالناس بالكاد تشهد حركة بعد انخفاض القدرة الشرائية لدى السكان إلى ما يقارب 90% في لبنان في عيد برأيك؟ ما حدا عيط غير النواب والوزراء اضرب بعشرة يعني تقريبا أسعار عالية جدا جدا يعني أنا ما أقدر أشتري كثير عشان غاليين مولعة وأسعار هبجية يعني بهمجية عم يسعروا أما التجار فيقولون أنهم يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية عمليا القطاع التجاري داب فينا نقول انه سكر 40% من المؤسسات التجاريه بشكل نهائي ونحن عاطين لحالنا فرصه لبعض الصيفيه تنشوف اذا الجزء الاكبر منا قادر يستمر او انه 10 او 20% اضافيه رح يسكروا بواب عيد الاضحى هذا العام اتى من دون كثير من مظاهر الاحتفال به فتوالي الازمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه القى بظلاله على الشعب اللبناني من بيروت جوال الحجموسه الحره وفي ظل ارتفاع الاسعار وانخفاض الدخل تغيب مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى لدى كثير من النازحين السوريين في مخيمات شمال غربي البلاد ويفتقد هؤلاء القدره على شراء مستلزمات العيد يحل عيد الاضحى هذا العام وسط معاناه مضاعفه للنازحين في مخيمات شمال غربي سوريا بسبب استمرار العمليات العسكرية واستمرار النزوح والفقر والبطالة تقول منظمات إنسانية أن ما يزيد عن مليون شخص يقطنون في 1300 مخيم يتوزعون في مناطق شمال غربي سوريا إضافة للآلاف الذين يقطنون في مخيمات عشوائية تفتقر لأدنى مقومات المعيشة تقول منظمات انسانيه ان اكثر من 80% من سكان شمال غربي سوريا يعانون من الفقر والبطاله، معظمهم يقطنون في هذه المخيمات. عوامل ادت الى غياب مظاهر الفرح بشكل تام عن مخيمات النازحين. وضعنا ماساوي، لازم لو انهم ينظروا بأن بي بي علينا يرجعونا لبيوتنا لديارنا نحن يعني من ريف معرة من ريف إدلب الجنوبي لو أن هيك ينظروا لأمرنا يرجعونا كل واحد على بيته يتم الشمل مع قرايبينه مع أحبائه مع أصحابه هلأ أنا اليوم أخوي هذا جايني من عفرين هذا جايني من من حربنوش هذا جاينا من إدلب نحن كلياتنا مشردين يا أخي عندي ثمان أولاد والله ما اشتريت بنطلون لواحد صدق الله ما في ما في ما في لا شغلي ولا عملي ولا شيء ولا شيء يعني نحن ما عندنا شيء نحن اذا كنا عايشين بخيمه أربعة بأربعة وليك طلع كلياتها منين بدنا نجيب لأولادنا منين عنا غلا فاحش يعول النازحون في مخيمات شمال غربي سوريا على المنظمات الإنسانية المحلية الفاعلة في المنطقة لتنظيم فعاليات تهدف لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال لكن هذه المنظمات تقول أن في هذا العيد لن تقوم بتنظيم عدد كبير من هذه الفعاليات بسبب شح الدعم الدولي وخوفا من انتشار فيروس كورونا، خصوصا ان مخيمات شمال غربي سوريا شهدت خلال الايام الماضيه عده اصابات بهذا الفيروس. يمان السيد الحره الشمال السوري. وفي تونس خيمت المشكلات السياسيه والاقتصاديه وايضا ازمه كورونا على استقبال التونسيين لعيد الاضحى. السلطات التونسيه منعت صلاه العيد في المساجد. وكذلك التنقل بين المدن للحد من انتشار الوباء، وتسعى الى تكثيف حملات التلقيح في عطله العيد. يحتفل التونسيون بعيد الاضحى هذا العام في ظروف استثنائيه في ظل تفاقم جائحه كورونا في البلاد، عيد دون زيارات بين العائلات التونسيه، ونرصد هنا اراء جانب من التونسيين في اول ايام العيد عن ظروف هذا. العيد اهلا بك اهلا وسهلا هذا العيد في ظروف استثنائيه ربما كيف تعايشون هذا الـ او هذا الوضع يعني عيد دون زيارات دون تنقل نحن في تونس معناتها تتلم العائله في عيد الاضحى ومعناتها الاولاد المتزوجين وكل في دار الوالد والوالده ويعيدوا وكذا تبقى معناتها في في حاله الكورونا هذه ودرشنا الناس ولات معاش ماذا بها كل واحد يشد مكانه وكل واحد ولكن المواطن موش واعي من جميع النواحي المواطن التونسي يفرغم تفغيم خايب اللي جيت تشكيله يولي ينوح مش تندم اللي انت شكيت التونسي. الضغط فوق ما تصور من جميع النواحي السلطات التونسية منعت صلاة العيد في المساجد والتنقل بين المدن وتسعى إلى تكثيف حملات التلقيح في عطلة العيد وتأمل غالبية التونسيين في تراجع أعداد المصابين بالفيروس والوفيات بعد حصول تونس على أكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى حد الآن قلبت حياتنا سفيه على علي بالنسبه لي أنا والله الحمد لله رب العالمين بعد ما مزرق وواحد مننا هنا حاول مستحفظ الماكسيما قلت لك أول مرة في حياتي رو رزينة طول غصة في 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 حلق عمري عمري ما تربيش كيكة كي. تلقيح او لا هي شنية هي لحظه زمنيه وشنو يمنع هذا على هذا ما يمنع حتى شيء اما يلزم النقص صحيح من الزيارات ومن ومن الدخول ومن الخروج ومن التحضين ومن البوس كل هذاك صح يفهموا الانسان اللي هو اللي هو ممنوع حالة من الانتظار والترقب تسودان الشارع التونسي لاجراءات حكومية اجتماعية واقتصادية تخفف من تداعيات أزمة كورونا التي حالت دون احتفال التونسيين بعيد الإضحى هذا العام كما اعتادوا قبل استفحال الوباء. جلال موانع الحرة تونس وفي اليمن يأتي عيد الأضحى هذا العام في ظل أزمة معيشية وإنسانية صعبة بات تأثيرها واضحا على حياة اليمنيين وتسببت هذه الأزمة بتقليل مظاهر الاحتفال بالعيد التي اعتاد اليمنيون على إحيائها كل عام لم يستطع نبيل أن يشتري إلا قطعة واحدة من الملابس لابنته بعد أن أجبرته الأوضاع المعيشية على أن يقلص خياراته ويحد من تنويع مظاهر احتفاله وأطفاله بالعيد عندي أربع أطفال كنت أشتري لكل طفل طقمين ثلاثة أطقم الآن ممكن تشتري لهم طقم يا الله طقم بالعافية فما بالك أنا بالميسور فما بالك بالأسر البقية اللي هم محدودين الدخل والله بعض الناس غير قادرين إنهم يفروا حتى ربع قطعة ويقول تجار إن أغلب الأسر توجهت إلى مولات التخفيضات هربا من ارتفاع الأسعار في الأسواق دون مراعاة لجودة البضائع التي يشترونها وفي تخفيض على اللي خارج لانه بسبب اختلاف ارتفاع الاسعار وخارج يكون مرتفع مره بشكل فظيع، بقوا يلقون الى المولات، يعني اضطروا انه لهم كانوا يكسون هون اجمل الملابس واجمل الحاجات واجمل البقايم وهذه الحاجات بقوا خارج ما يقدروش. تردي الاوضاع المعيشيه انعكس هذا العام بحسب مراقبين على الوضع النفسي للمواطنين، فقلصوا من مظاهر الاحتفال التي اعتادوا عليها خلال الاعياد السابقه. اجواء نفسيه طبعا سيئه جدا بسبب غلاء الاسعار بسبب تدني الاوضاع في البلاد ارتفاع سعر الدولار عزوف الناس الان عن شراء حاجيات العيد طبعا لاحظها كثيرا فيروس كورونا هو الاخر نغص فرحه اليمنيين بالاحتفال بالعيد في ظل مخاوف من انتشاره مع حاله الانهيار التي يشهدها النظام الصحي في البلاد يقول المراقبون ان الازمه المعيشيه التي يشهدها اليمن تسببت بتغييب الكثير من مظاهر استقبال العيد فيما القت انعكاساتها ثقلا اضافيا على كاهل المواطنين بالاخص مع وجود مخاوف وتحذيرات بشان سلاله فيروس كورونا المتحوره مجد شكري قناه الحره تعز بدا الحجاج في اول ايام عيد الاضحى رمي جمره العقبه الكبرى بحصن معقمه في مشعر منن بالقرب من مكة المكرمة في ثاني موسم حج ينظم في ظل تهديد وباء كوفيد 19 يذكر أن موسم الحج لهذا العام اقتصر فقط على 60 ألفا من المقيمين في المملكة استكمالا لشعائر الحج بدأ آلاف الحجاج صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى بحصى معقمة في مشعر منى بالقرب من مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى وثاني موسم حج في ظل تهديد فيروس كورونا ستون ألف مقيم في المملكة العربية السعودية يشاركون هذا العام في أداء مناسك الحج مقارنة مع نحو مليونين ونصف المليون مسلم شاركوا عام 2019 حيث تم اختيار المشاركين من بين 558 ألف متقدم وفق نظام إلكتروني ومنذ صباح اليوم سمحت السلطات السعودية لمجموعات صغيرة تضم كل منها عشرات الحجاج الواحدة تلو الأخرى بدخول منشأة رمي الجمرات متعددة الطوابق في ميناء وقام الحجاج الذين ارتدوا ملابس الاحرام ووضعوا كمامات بالقاء الجمرات المعقمه التي وفرتها السلطات لهم في اكياس مغلقه في مزدلفه حيث تسعى السلطات السعوديه الى تكرار نجاح موسم العام الماضي الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائيه من الجائحه شعور جدا جميل اني انا موجوده اليوم في بيت الله بدعي لي وبدعي لكل أخوان المسلمين عسى ربي يوفقهم ان شاء الله ويتقبل حجهم يا رب حج المبرور يا رب وبعد الانتهاء من رمي جمره العقبه الكبرى يتولى الحجاج ذبح الهدي ثم يحلقون او يقصرون شعر الراس ويتوجه الحجاج لاحقا الى مكه المكرمه لاداء طواف الافاضه وهو ركن من اركان الحج وبعدها صلاه العيد السلطات السعوديه اكدت من جهاتها ان جميع العاملين في مجال خدمه الحجاج ومساعدتهم تلقوا كامل جرعات اللقاحات ويعتبر الحج من اكبر التجمعات البشريه السنويه في العالم ويمثل تنظيمه في العاده تحديا لوجستيا كبيرا اذ يتدفق ملايين الحجاج من دول عده على المواقع الدينيه المزدحمه في المملكه الى العاصمه بعد قليل ملفات لبنان والعلاقات الاسرائيليه الفلسطينيه والامريكيه الاردنيه في مقابله حصريه للحره مع مساعد وزير الخارجيه لشؤون الشرق الادنى بالانابه جوي هود اهلا بكم من جديد حققت بيانات تشييد المنازل في الولايات المتحده قفزه في يونيو بارتفاعها 6.3% واظهرت بيانات وزاره التجاره زياده قويه في نشاط التشييد في الولايات الغربيه ب 12.6% والولايات الجنوبيه ب 9.7% على الرغم من تراجع مؤشرات بناء المنازل في الولايات الشماليه الشرقيه والوسطى الغربيه قالت اداره جوجل في تغريده على موقع تويتر ان اهتمام البحث عن علاقات بهدف التعارف قد وصل الى اعلى مستوى له منذ خمس سنوات في الولايات المتحده فيما يحظى هذا الموضوع بشعبيه خاصه في بعض مناطق البلاد وقالت جوجل ان تطبيقات التعارف تسهل التعرف على الناس الذين يقيمون بنفس الموقع ويبحثون عن نفس الاهتمامات حتى تعدى ذلك الى تقديم طرق للمشاركه في التطعيم ضد فيروس كورونا أضافت جوجل بأن عمليات البحث عن أفضل تطبيقات التعارف لعام 2021 ازدهرت خلال الشهر الماضي حيث قفزت إلى نسبة 3.4%. في رحلة وصفت بالتاريخية حقق جيف بيزوس الرجل الأكثر ثراء في العالم حلمه بالصعود الى الفضاء على متن اول رحله ماهوله لشركته بلو أوريجين وهو ما سيعطي دفعه اضافيه لصناعه سياحه الفضاء الوليده رحله تثير جمله من التساؤلات حول مغزاها وفوائدها في وقت يعاني فيه الكوكب من اثار تغير المناخ وجائحه فاقمت ازمات الناس الاقتصاديه والانسانيه الملياردير جيف بيزوس اغنى رجل على كوكب الارض يحلق في رحله فضائيه سياحيه لاكتشاف كوكب اخر ليكون بذلك أول ملياردير يصعد للفضاء على مركبة فضائية من شركة يملكها في رحلة صاروخية مدتها 11 دقيقة بسرعة 3700 كيلومتر في الساعة تجاوزت ثلاث مرات سرعة الصوت باستخدام محرك يعمل على الهيدروجين السائل والأكسجين أي دون انبعاثات كربونية. واحتفل ملياردير الحالم في رحلة الأحلام هذه بصعوده للفضاء بالذكرى الثانية والخمسين لوصول أول رائد فضاء إلى سطح القمر عام 1969. سنقوم ببناء طريق إلى الفضاء حتى يتمكن أطفالنا وأطفالهم من بناء المستقبل. ونحن بحاجة إلى القيام بذلك لحل المشاكل هنا على الأرض. وهذا لا يتعلق بالهروب من الارض. في كل مره اقرا فيها مقالا عن الاشخاص الذين يريدون الهروب من الارض. لا لا لان هذا هو الكوكب الوحيد الجيد في النظام الشمسي. لقد ارسلنا مجسات روبوتيه اليهم جميعا، لذا علينا الاهتمام بكوكبنا. وعندما تذهب الى الفضاء وترى مدى هشاشته، سترغب في الاعتناء بكوكب الارض. في فان هورن البلدة الصغيرة في تكساس جنوب الولايات المتحدة كان مركز الانطلاق لصاروخ من طراز نيو شورد القابل لإعادة الاستخدام الذي يقل بيزوز وفريقه الذي يضم شقيقه ووليفانك البالغة من العمر 82 عاما والتي ستصبح أكبر من يسافر إلى الفضاء بالإضافة إلى طالب يبلغ من العمر 88 عشرة عاما ما يجعل من الاخيرين اكبر واصغر رائدي فضاء سنا على الاطلاق انطلقوا في كبسوله تتمتع بنوافذ كبيره مما يوفر مناظر خلابه للارض وتم تصميم الصاروخ العصري كي ينقل الركاب فوق سطح الارض ليمنحهم شعورا ببعض لحظات انعدام الوزن ويتطلعون على اطلالات بانوراميه على الارض رحلة بيزوس تعد أحدث نسخة لما يوصف بسباق الفضاء المليارديرات، حيث يأتي ذلك بعد تسعة أيام فقط من تحليق السير البريطاني ريتشارد برانسون منافس بيزوس في مجال السياحة الفضائية. انطلق بيزوس في مركبة نيو نيوشبرد التي تم تصميمها ضمن مواصفات سباق سياحة الفضاء، ورغم المساهمة المحدودة للغاية في التلوث إلا أن مخاوف نشطاء البيئة من الأثر الكربوني لقطاع السياحه الفضائيه الذي يحقق خطوات متسارعه ومن اثره على التغير المناخي. دفع خطر العواصف الرعديه والبرق المسؤولين في ولايه اوريغون الى طلب المساعده من خارج شمال غرب المحيط الهادئ للتعامل مع الحرائق المستعره في الولايه وتسبب الجفاف والرياح العاتيه وموجه الحراره الاخيره التي حطمت الرقم القياسي في المنطقه بالكثير من القلق ولذلك تم طلب مساعدات من ولايات أركنساس ونيفادا وألاسكا والتهم الحريق الذي اندلع في الولاية أكثر من 300 ألف فدان وتسبب بإجلاء الآلاف من السكان الحريق واحد من بين أكثر من 80 حريقا كبيرا مستعرا في 13 ولاية أمريكية بسبب موجات ارتفاع الحرارة وشدة الرياح العاتية نتابع <applause> <تسجيل> الآن المقابلة التي أجراها زميلنا ميشيل غندور مع مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود حيث أكد أن الولايات المتحدة لا تدعم شخصا معينا لتشكيل حكومه في لبنان ولا حكومه عسكريه يتطلب تشكيلها تعديلا دستوريا تحدثا عن تشكيل تحالف دولي يعمل على منح حوافز وفرض عقوبات على القاده اللبنانيين اوضح هود ان زياره الملك عبدالله الثاني الى واشنطن تدل على متانه العلاقات بين البلدين وعلى اهميه العمل لتحقيق حل الدولتين وتحدث عن العمل مع الاردن على وضع الفلسطينيين المهمشين في صلب الجهود الدوليه لتحقيق مشاريع يستفيد منها الاردنيون والفلسطينيون والاسرائيليون شكرا جزيلا على وقتك اولا اود ان اتحدث حول لبنان ما هي سياسه امريكا تجاه لبنان طب بدايه اريد ان اقول عيد مبارك لكل المشاهدين واعرب عن تعازيه لمن قتلوا في الهجمات في الامس في السوق عندما كانوا يتسوقون للماكل والمشرب والثياب للعيد ولاسرهم هذه كارثه وامل بان الولايات المتحده والعراق تعمل سويا لجلب المسؤولين للعداله. بالنسبه للبنان اعتقد بان المنهج منهج الولايات المتحده مع الشركاء فرنسا والدول الاخرى هو توفير الحوافز إلى القادة السياسيين في لبنان للقيام بالشيء الصواب من أجل شعبهم نحن مستعدون مع المساعدات الملبوسة للإصلاحات التي يجب أن يدعوها من أجل الاعتناء بشعبهم للأسف وما كما قلنا لقد فوتوا الأشهر التسعة الماضية التي كانت لديهم فرصة لبناء حكومة حقيقية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وهلا اليوم نعود إلى المربع الأول فعليهم أن يقوموا بالقرارات المناسبة أن يمكنوا الحكومة وتنفيذ الإصلاحات والاعتناء بشعبهم ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الحوافز وللضغوط ما هي الخطوة الموالية؟ هذا صحيح بدايه سنستمر بالعنايه بالشعب اللبناني بتوفير المساعدات الانسانيه وبشتى الاشكال ننظر الى المجتمعات التي تساند بشكل سخي اللاجئين السوريين لوقت طويل و... هل بدأتم توفير مساعدات انسانيه؟ نعم، لقد وفرنا ما يقادر 400 مليون دولار من المساعدات الانسانيه، وننظر في المزيد من الآليات لتوفير المساعدات، وننظر ايضا إلى الشركاء مثلا سفرائنا من الولايات المتحده وفرنسا سافر الى المملكه العربيه السعوديه وتحدثوا مع السعوديين في الرياض وايضا نطلب من الشركاء الاخرين بالانضمام الى هذا التحالف لتوفير الحوافز ووضع الضغوطات لكي يعرف القاده اللبنانيين بانه لن ترحب بكم في بلادنا والقيام بأعمال تجارية معنا كانت حكومية أو اقتصادية لطالما لا تغلب مصلحة شعبكم أولا هل اتخذتم أي خطوات مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق العقوبات أعتقد بأننا نتحدث عن الخطوات التي يمكن أن نتخذها وقد نتخذها وهذا يستلزم الكثير من البحث في السلطات القانونية والتوقيت ومن نعتبره في هذا ونتمنى ان نحصل الى هذا الحد وان نرى القاده اللبنانيين ينفذون الاصلاحات ويفعلوا ذلك اليوم هل يجب ان نتوقع اي اجراءات قريبا؟ ميشيل اعتقد بانك ستتوقع الكثير من التحرك من الولايات المتحده والاصدقاء من اوروبا والخليج وشكل هذه التدابير سيتغير من اسبوع الى اخر حسب الرد الذي ناخذه من بيروت. ولماذا تحاول ادماج السعوديين في الطاوله اللبنانيه؟ ليس فقط السعوديه وانما ايضا دول اخرى في الخليج واوروبا هذه الدول مهمه من اجل لبنان وايضا استقرار لبنان مهم لهذه الدول. والدول التي لديها القدرات المالية والروابط إلى العاملين والفاعلين السياسيين اللبنانيين. فبالعمل سوياً فهذه من سمات إدارة الرئيس بايدن وهو العمل مع الحلفاء في المبادرات المختلفة ذلك سيكون لنا تأثير أقوى. هل الولايات المتحده تدعم مرشحا بعينه لتكوين حكومه في لبنان وهل تدعمون حكومه عسكريه؟ كلا كلا لكل من هذان السؤالين اولا من يتم تسميته لمنصب رئيس حكومه فهو مساله للشعب اللبناني ان يقررها وطبعا لا نريد اي تدابير دستوريه اضافيه مثلا مثل العسكر ان ياخذ السلطه هل الولايات المتحدة تعتبر الانتخابات البرلمانية الامكانية الوحيدة للتغيير؟ وماذا ان لم يحدث هذا التغيير؟ انه امل من اجل تحقيق التغيير. اليوم الامل اليوم من اجل التغيير. القادة السياسيين في لبنان يمكن ان يقرروا اليوم ان يمكنوا ممثليهم في الحكومة من اجل تنفيذ الاصلاحات التي هي ضروريه لمساعده الشعب اللبناني بالكهرباء والماء والطعام وكل الخدمات اللازمه اليوم من اجل تفويت هذه الفرصه. الى اي مدى الولايات المتحده مستعده لمساعده لبنان وهل ان الولايات المتحده تقوم باي شيء ماديا لمساعده الجيش والقوات الامنيه؟ نحن نساعد الجيش اللبناني لوقت طويل ونحن اكبر مانح ومليارات الدولارات تم توفيرها وتقديمها من المعدات وتجهيزات وهم من اقوى القوى فعاليه ضد داعش فليست مشكله كبيره في لبنان وانما داعش مشكله كبيره في دول اخرى وايضا طلعوا بدور توفير الامن لحمايه المحتجين وايضا في الاستجابه لمكافحه جائحه الكوفيد 19 ندعمهم في ذلك ايضا ونستمر بالنظر في سبل مؤازرتهم لان الجيش اللبناني هي مؤسسه لبنانيه قادره على العمل على المستوى الوطني بشكل مؤثر ولا يمكن ان تخفق فيما يتعلق بالاردن ما هي اهميه زياره عاهل الاردن الى واشنطن وما هو الدور الذي تلعبه الاردن في المستقبل في مستقبل المنطقه؟ اهميه هذه الزياره ان زياره صاحب الجلاله اشاره الى العلاقه الحيويه للولايات المتحده في المنطقه فهي في المصلحه الوطنيه الامريكيه وفي المصلحة القوميه ايضا للاردن ونتشارك في المصالح ليس فقط في تصدي للارهاب ومساعده اللاجئين من سوريا واماكن اخرى وتثبيت وضع في والاستقرار في العراق ونرى ايضا ضرورة وضع الظروف مناسبة لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما نرى بأن الأردن هي في الريادة في تحقيق سلام مع إسرائيل ومع الدول الأخرى التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل يمكن أن لا ننتبه إلى الناس الذين قد يستفيدون من هذه الاتفاقيات فعلينا أن نساعد المهمشين ولا سيما الفلسطينيين في صميم هذه الجهود وترى مشاريع قد يستفيد منها الاردنيين والاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء شكرا جزيلا شكرا, شكرا جزيلا مشاهد. على وقتك كانت هذه اخبارنا من العاصمه لهذه الليله القاكم على راس الساعه مع موجز لاهم واخر الاخبار